ما تقولي لي شنو هاي الجونية اللي خالتها بالباب؟ ردت اوقع بيها. مو البارحه ابو حارث جاب لي جونية تمن عنبر. اي قابل مثل حظي، اني ما فد يوم جاني غايب وجايب لي جونية تمن، جونية شكر، اكثر شي نص كيلو عدس. لا، وجاب لي تنكة دهن قبل لا تخلص القديمة. خطية اجاني مكسور ظهره بس يبتسم. لا، اني جيني يبكي بوجهي عبال الحب بالبكي. زواج مصلحة. اي زواج مصلحة. ليش هو ظل شيء ما بي مصلحة؟ لانه عم تلعي معدتي. هاي شبيش لمياء، انا بدي احكي عن المسلسل التركي اسمه زواج مصلحة. ما متابعته؟ شيء طبيعي. الفصول ما له تاركه ترتاح ابدا. لا تقهريني. عم بيرفض. باي باي زواجهم شلون يعاملوهن؟ قابل مثل غايب. حاج بكفي تمثيل. بعدين اشوفه. العلمك اني ببيتي ام ابويا تركية. يعني اني اصلي تركي. وأبو حارث ابن عمي هم أصله تركي. أنت ما منتبه على أسلوبه وكلامه الحلو ورومانسيته وشعره يجنن. أقول لك شغلة بس لا تزعلين من عندي. الصراحة لا شكلك ولا شكل أبو حارث مال أتراك. وين أكو أتراك يسمون ابنهم حارث؟ لا عفية لا، وش بي شكلي؟ غير أني يعني ما مهتمة بنفسي. العلمك أني من أطلع حفلات أنعزم أخبل شعري المفتوح لمسشوار ووجهي للمكياج أطلع جني فريحة. خاف لي عم القصط. جنك ما مصدقتني أنتي. العلمك أنا وأبو حارث من نقعد نسولف كله بالتركي. يا العداني ما قلت ليش غير أنا وغايبها منحكي هندي؟ ولا تشوفينا بالعركات إيش نحكي وش نخربط. أبو مروح ها وين بعد وقت؟ لا أخاف يجي أبو حارث على مدار. سلامة ليه؟ هشنو؟ مع السلامة بالتركي.